حرم علينا أن نقرر بما يجول في خواطرنا وقناعاتنا. لطالما يثير نائب رئيس شرطة دبي ضاحي خلفان الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بسبب تعليقاته المستمرة على الوضع الإقليمي وعلى آخر المستجدات في المنطقة، وفي حين كان قد تحدى منذ أيام زعيم جماعة الحوثيين عبد الملك الحوثي للظهور إلى العلن على الإعلام، كشف اليوم معلومات عديدة حول الأخير. فما القصة؟ يعني لا، لم تكن أنا كلمت بصدق، ما عندنا تعليمات بأن أي شيعي، ولكن الشيعي المتطرف. وفي التفاصيل، نشر ضاحي خلفان سلسلة تغريدات على حسابه في تويتر حيث تحدث فيها عن وضع زعيم جماعة الحوثيين في اليمن عبد الملك الحوثي بحسب CNN. فترة النبوة انتهت. وأشار خلفان في تغريدته قائلاً: معالي الفريق، وصلتني اليوم معلومات أن عبد الملك تم نقله مع السفير الإيراني إيرلو وأن إصابته خطيرة، بالإضافة إلى أنه يعاني من السرطان منذ 7 سنوات. رسالة جاءتني من يمني أنشرها بدون تعليق. وأضاف قائلاً: أنا مجرد محلل أستقي الأخبار من مصادر مختلفة. هدهد، يمني قال عبد الملك يتعالج في إيران والإصابة بليغة. ولفت إلى أن عبد الملك أضاع نفسه وجماعته والبلد، مؤكداً أن بزوال الحوثي تنتهي مشاكل اليمن المدارة بالوكالة، مشيراً إلى أنه رجل غير جدير بحكم اليمنيين، هذا قائد ترف ناعم وليد. وتحداه قائلاً: إذا كان عبد الملك رجلاً لينزل إلى أرض المعارك كما ينزل الزبيدي وطارق وآخرون. وفي السياق، نشر خلفان صورة لعبد الملك الحوثي لافتاً إلى خاتم يلبسه بإصبعه، حيث غرد على حسابه في تويتر قائلاً: هذا الوليد الناعم لا يصلح لحكم اليمن الخشن، صدقوني وليد، انظروا إلى الخاتم في أصابعه، يبدو على عبد الملك أنه فارط، لا يصلح والله لليمن. وأشار خلفان بحسب CNN إلى أنه من المفروض أن يستسلم الحوثي، وذلك لأن القادمة ليس لصالحه، فالتعقل زينة، فهو قد عاش دور الرئيس الذي لا تريده الناس وكفى، مضيفاً أن تعيين إيران لعبد الملك الحوثي تعيين مرفوض يمنياً، ولذلك من مصلحته التفكير مرتين في الأمر. ولم يتوقف خلفان عن تقديم النصائح للحوثي، بل تابع قائلاً: أقترح على عبد الملك السفر والإقامة في قم والانخراط في التعليم حتى يحصل على درجة آية الله، ويرشح نفسه المرشد لإيران.